ومن جانبه أكد رياض أرمنيوس رئيس المجلس التواصل إلى العديد من الاتفاقيات بهدف تعزيز الشراكة ما بين البلدين، في مقدمتها الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء مصنع لسكر البنجر، بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية مصرية بالخرطوم. احنا الحقيقة معتزين إن تكون مصر هي مكان الاجتماع الأول لهذا مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، ونتمنى إن شاء الله إن يكون في اجتماعات متواصلة نقدر نوصل فيها لخير لمواطني البلدين. التوصية الرابعة الحقيقة كانت إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء وتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية. النقطة الخامسة، حث المسؤولين من كلا البلدين في مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان اللي تم تحديدها بمساحة 2 مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجيلي. النقطة السادسة، إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة وتنمية المواني البحرية أيضا.